السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، تبارك الله عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو هذا راح كنتواجدوا بدوار بني حفظ. دوار بني محفوظ، دوار بني محفوظ جاي في النواحي ديال فزوان، ماشي بعيد بزاف، واحد 4 كيلومتر على القريه السياحيه فزوان. غادي نديروا ان شاء الله واحد الدوره هنايا في دوار بني محفوظ، والمسجد راه بعيد ملي خصنا نوصلوا له ان شاء الله. غادي نصومي عليه وغادي نوصلوا حتى تما ان شاء الله. والمناسبه هذا النهار الجو حام، يعني واحد الحراره، يعني حراره قويه، وكان حتى الرطبه ما كانش العوين، يعني ما كانش الكولوندر يدور بحال كما موالفين. هذاك الشيء علاش راني داير النظاظر على حساب الشمس، ما عرفتش نصور بهم، ولكن للضروره احكام انا نبغي نصور بلا نظاظر، ولكن هذا غادي نصور بنظاظر حق الشمس. على بركه الله نبداو الفيديو ديال اليوم. الان خوتي حنا كنتواجدوا قدام الواد، هذا الواد هذا اللي كاين مجيت جراوه، وهذه المدرسة ديال جراوة، يعني هذه المنطقة سميتها جراوة. هذه المدرسة هذه مجموعة مدارس جراوة، الوحدة المدرسية ترشا، المنطقة ديال ترشا هذه الدوار. والمسجد اللي قلت لكم ديال بني محفوظ اللي غادي نوصلو ان شاء الله كاين هو هنا الفوق، هذا هو المسجد ان شاء الله. المسجد هذا عنده تاريخ هنا في الجهة الشرقية والنواحي. غادي نوصلو حتى لتما ان شاء الله. الاخوان هذا هو المسجد، مسجد بني محفوظ ديال الدوار اللي كاين هنايا. وهذا المسجد هذا عنده تاريخ هنا في مدينة بركان وفي الجهة الشرقية بصفة عامة. حقاش هذا المسجد هذا كانوا كيجيو له، يعني الناس يقراو فيه يتعلموا فيه القران، كانوا يجيو من جميع النواحي ديال الشرق. المسجد هذا عنده واحد الموقع استراتيجي، يعني علاش كانوا الناس يجيو يحفظوا هنا القران؟ حيت كان يساعدهم الجو ديال هاد البلاصه هذه. ويعني مثلا كتجي تجلس هنا مثلا في اخر في هاد المنطقه فراني واقف انا درك، كترقب كتشد كلشي، بحال مثلا كاين مجموعه ديال الدواوير من هنايا، بحال القريه السياحيه في زوان راه قريبه ماشي بعيده بزاف. غادي نحاول نزومي عليها شويه. ها هي هذه في زوان، هذا الطريق ديال القدرون اللي داروها جديده هنا في زوان. في زوان راه خاوي اليوم، راهو في وسط السيمانه داكشي علاش. في زوان راه صفر، شوفوا شنو كاين اخر، كاين الرقاده، الرقاده ها هي. هذه هي الرقادة، هذا المسجد، طريق وجدة، هذه طريق وجدة وطريق بركان. يعني بلاصه واعره صريحه هنا في الدوار، الناس ساكنين في الدوار عايشين، ويرقب على البحر عاود. البحر راه شويه مضبب، ديك الجهه كامله مضببه، يعني كما كنت تشوف الضبابه في الصوره. ما كنا راني زومي السعيديه كبدولو كاع جبدهم من هنا، لكن الجو راه مضبب. يعني بلاصه واعره صريحه. شنو كاين اخر من هنايا؟ كاين بحال هاد الدواوير هادو اللي هنايا قرب من السكان اللي بهاد الدوار هادو، يعني منازل قدام ومازال باقي فيهم السكان. و سيرتو مع دوك كانت فات الشتا، يعني الضيوع راه مخضرة تبارك الله. كير قبع ولا لا احفير، اي مدينة احفير غير هنا يعني. هنا في مدينة بركان والنواحي قليل كيكون الجو صافي. هادو جبال ديال الجزائر، هادو جبال ديال الجزائر اللي كيبانو فيه.
هادو كاع ديال الجزائر. مدينة مغنية والنواحي تلمسان. الإخوان دوك حنا كنتواجدو من قلب مسجد طوديانت، مسجد ديال بن محفوظ. هذا هو المسجد ديال الصومعة. كما قلت لكم موقع واعر. الله أكبر. هذه بدي ودن درك المسجد ديال الدوائر المجاورة من ودن. منظر واعر. وهاد البلاصة هادي في الصيف كيدير هنا الصدقة، الصدقة الموسمية، وكيوكلو في هاد البلايص هادو. يعني هاد البلاصة كاملة كيكون هنا فيها الناس، هاهم كزرابي اللي كيفرشوهم. هذا هو المسجد من الداخل. حاولت نقرب لكم يعني المسجد من الداخل. هاك واحد الدار قديمة مبنية بالحجر فوق. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الحمد لله على كل شيء قدير. هاد الجر هذا دايرين هنا عند المسجد، المسجد ديال طوديانت يعني ديال بن محفوظ. هادو الفواكه خلطة بحال هاد الخوخ. هادي يمكن مشماشة، مشماشة الله اعلم، مشماشة والزيتون الرمان. الزيتون هو هاد الشجر ديال الزيتون كبير، عشان نعمل سنة قديمة بزاف. الاخوان دركي كاين واحد العين من هنايا، انا راني عطشان صراحه وبغيت نشرب هاد العين. هادي سميتها عين طوديانت. هاد العين مشيت لها مره واحده، هادي واحد العام ونص ولا، كنا احنا مجموعه ديال الرحاله بقياده عمي عبد الله البداوي شيخ الرحاله. دركي شي عام ونص ولا ما جيتش من هنا. هاد المره جيت بوحدي، اول مره جيت لهاد المنطقه هادي بوحدي. غادي ندير واحد الدوره من هذا الصريج، صريج ديال الماء. نشوف هاد الصريج، ربما هاد الماء هذا غادي نشوف منين كيجي اللي تلاقينا معاه في الطريق. ربما يكون يجيب عيب العين ديال طوديان، الله اعلم، ولكن ربما مانيش ثابت مزيان. هذا كيتعمر، الماء كيجي من هنا كيتعمر هنايا، ودوك راه مبلع. منين يبغيو يسقيو الفلاحه ديال هاد الجهه هذه كيطلقوا الماء من هنا. هذا اللي هنايا باش شو النحل كي راه دايرت مع ديك البلاصه، والما كيمشي مع هاد الساقية هادي وكيسقيو بها الفلاحة ديال هاد المنطقة هادي. راه فيه نص درك زين اللعب نورمال، فيه شوية ديال الخش، ولكن هذا غير كيتصوتي هداك الخش كاع ميبقاش، حقاش الخش غير خفيف، غالبا يكون بارد. هذا الزيتون كيما راكم تشوفو تاعو زين هنايا، راه زين اللعب. هادو دايرين هاد الحدايد، هادو راه فيه بشحال، واحد زوج ثلاثة، ثلاثة ولا أربعة ديال الحدايد بحال هادو، راهم في الماء بحال الدروج اللي بغا يطلع. سيستم زين. واش هي العين؟ خصنا نطلعو لها بالفوق، غالبا نطلعو بالفوق. هيا الإخوان دوك حنا قربنا للعين، شربوا شوية الماء، واحد الحرارة تبارك الله خطر. انا الجاكيطه اللي لابس هي اللي راه كالت عليا شويه الحراره، هو كراني تشوطت هنايا. لبس واحد الجاكيطه خفيفه شويه على حساب الشمس، واخا الشمس ما لبست ديما ما نش قليل. ها هو هذاك الماء اللي راه غادي لداك الصريج، راه جاي منا من العين. ها هي العين، هذه هي عين طوديانت. هو غرف هنايا
واحد الماء يا خوتي والله العظيم يا واحد الماء، لا تمنيتكم تشربوه وتذوقوه تشوفوا كي داير. واحد الماء حلو حلو والله، مده ما شربتش الماء حلو بحال هذا، بحال هذا الماء ديال هذه العين هذه. وكنت عطشان، شوفوا شوف شحال ديال النحل هنا وترزز يا ربي، ما دارونيش في الوسط وداروا عليا قويله، ولكن نقولوا انا نقول الدعاء باش ما يقرصونيش. شوفوا صافي شحال ديال النحل ترزز هنا يا ولد، بزاف بزاف. داك الشيء تقول انت كان شيء يجبح هنايا، هما كيدوروا على الماء. شوف شحال، ما عرفتش راه يبان لكم ولا لا، نقرب شويه. قحدوا نحل وترزز دعوة زينة هنا يا والله، إلا دعوة مبرحة كاع. تلاقيت مسحت، تلاقيت مع واحد السيد درك، واحد السيد يسكن هنايا، قلت له دير راكم مبرعين في هاد البلاصة، قلت له شادين هنايا كلشي قابضين الجهة ديال كابدولو السعيدية مدينة بركان أحفير، المهم شادين كلشي هاد البلاصة هنا، بلاصة عالية وشادين كلشي هاد المناطق هادي كلشي تشوفوا فيهم. قال لي واخا هكا، قال لي بحال ملي كان يجي شي واحد هكذا قال لي كتبان له الدعوة زينة، بحال غادي يجلس نهار ولا يومين ولا، قال لي كتبان له الدعوة زينة. قال لي ولكن باش تستقر هنا قال لي صعيب، قال لي تقن القنطة، قال لي دوك معنا مستقر هنا هي البلاصة هادي دايرين فيها الفول، فول شيبة ممنوع الدخول هنا، كتبة صغيرة ما بايناش، المهم ممنوع الدخول باين ماشي ندخلو حنايا. قال لي يعني صعيب باش تستقر هنا. ويلي النحل كيراه يدير عليا يا ما يا ما، قبيلة وانا قدام النحل ما دار لي والو، ودرك بعيد على ديك العين وواحد النحله ولا زوج راه يا بن عمي راه غير يتزنزن. قولي كنت في وسط النحل، ها هي ولات عاود، ها هي ولات اخوتي كما قلت لكم بعدا قبيله جا لي النحل، والله ما قدرت اني هربت لديك البلاصه بالعاني باش نكمل الفيديو ديالي، والله ما قدرتش نكمل الفيديو حتى ركبت الكاسك وهو الدزاج عاد باش سلكت القضيه. واش قلت لكم وا نكمل لكم القصه ديال داك السيد اللي قال لي يعني هنايا الدعوه زينه، قال لي ولكن بالنسبه للناس اللي كيجيو يعني بحال يفوتوا هنا الويكاند وصافي، قال لي بصح باش تكون مستقر هنا قال لي صعيب الحال. قلت له يعني الماء والضو كاين، قال لي وا كاين هاد المسائل هاد الماء والضو يعني الحانوت كلشي كاين يعني ما كانش مشكل، قال لي ولكن القنطه قال لي بحال تبقى بوحدك هنايا قال لي تقنط صعيب الحال، قال لي واخا كتشوف هكذا المناظر قال لي ولكن ما كانش الناس وكل واحد والراي ديالو. المهم خوتي بهذا نكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا ديال هذا النهار، نتمنى تكونوا استمتعتوا وتكونوا تعرفتوا على الدوار ديال دوار بني محفوظ. شكرا على المشاهده بالناس اللي وصلوا للنهايه ديال الفيديو، والسلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.